بتابع معكم بموضوع البحث الطبي. حكينا عن موضوع البري اند بوست بالجلسة الماضية. حتابع معكم بنوع تاني من الدراسات بنسميها كلاستر راندومايز ترايل. ايش معنات كلاستر راندومايز ترايل؟ بهذا النمط من الدراسات انا بدل ما اعمل راندومايزيشن لاشخاص، انا بعمل راندومايزيشن لمراكز او لحشود او لكلاستر لعناقيد. بمعنى اخر، انا بقسم المرضى لمجموعات، وهي المجموعات المرضى بعملها توزيع عشوائي مشان تاخذ الانترفينشن اللي بدي ادرسه انا. مثلا انا بدي 5 مشافي تشارك بالدراسه، انا عملت دراسه بتشمل 5 مشافي، في عندي انترفينشن معين، هذا الانترفينشن معين طبقه على هذه المشافي لفترات زمنيه محدده بشكل عشوائي بين المشافي. ناخذ مثال عملي، مثال السيرومات الملحيه اللي حكينا عنها، طلع في عندنا دراسات قويه او شبه يعني السيجنال دائما او الاشاره دائما عم تقول يا جماعه فرط الكلور مؤذي، فبدنا نحاول نثبت هذا الكلام. فاحد الباحثين اقترح انه نعمل كلاستر راندومايز ترايل او كلاستر ترايل، لانه الراندومايزيشن مو دائما بيكون متوافر. فهذه الكلاستر راندومايز ترايل انه جاب 5 مراكز، هدول المراكز قسمهم عشوائيا بحيث انه كل مركز يكون البلوك، خلينا نقول ياخذ العلاج المطلوب منه لمده شهر. 5 مراكز او 5 مشافي يا بياخذوا سيروم، بيطبقوا سيرومات ملحيه لمرضاهم، كل شيء بيجي عليهم على المشفى بيطبق له سيروم ملحي. طبعا عم نحكي على المرضى اللي عم ينقبلوا على قسم العناية، لانه في دراسة مشابهة انعملت على مرضى اللي بينقبلوا على قسم الجناح، انا بحكي على مرضى اللي مقبولين على قسم العناية. فاللي بيجوا على الطوارئ بيروحوا على قسم العناية، هذا بهذا الشهر كل هذا المشفى بياخذوا سيرومات ملحية، بالمقابل المشفى الثاني اللي جنبه او المركز الثاني بياخذ كله سيرومات ثانية اللي هي الرينجر مثلا. حتى عملوا كروس اوفر، زادوا شوي مشان يكون في مصداقيه اعلى، مثلا بالشهر اللي بعده بيزيد بنعمل راندومايزيشن ثاني، مثلا المشفى الثاني بيتغير، مثلا ربما كان ملحي بيتحول ل LR او لكذا. فعمليا انت عم تعمل الراندومايزيشن على مستوى الكلاستر، على مستوى مجموعه من المرضى بينقبلوا بنفس الوقت بالمشفى، هذا هو اللي بيجمعهم فقط. هذا هو تصميم الدراسه، وبالاخير بيعملوا تحليل للنتائج المرضى وبيشوفوا انه فعلا هالسيرومات هي كانت، مثلا انه الانترفينشن هذا بيترافق مع زياده كذا او نقص كذا. راح اضرب مثال ثاني بدراسه اليوم اطلعت عليها حقيقه، اعطي بس تصميمها بغض النظر عن المحتوى. هي دراسه صينيه انتشرت بال 2008 بالبريتش ميديكال جورنال، دراسه السيروم الملحي كانت منشوره بنيو انجلاند، ححط لكم رابطها. هي دراسه تبع البريتش ميديكال جورنال، هي دراسه عن تاثير المضافات الغذائيه او مضافات الفيتامينات والمعادن للحوامل بمناطق الفقيره على نتائج الحمل. فكان في 3 انترفينشن بهالموضوع، هن برايهم ممكن نعطي حمض الفوليك اسيد، تعطي فوليك اسيد مع حديد، وتعطي اول انترفينشن تاع تعطي فوليك اسيد مع حديد مع سيلينيوم مع زنك مع نحاس مع كبشه معادن وعفوا كبشه فيتامينات. فثري انترفينشن راحوا على الريف المدينه او احد القرى او المنطقه مقاطعه مثلا صينيه، ووزعوا المرضى على كلاسترز حوالي شي 150 كلاستر، والله ما بتذكر شو الرقم، اظن شي 150 كلاستر. كلاستر يعني مجموعات مرضى، كل كلاستر هن الحوامل هدول. تخيلوا ان انت ممكن تعمل هاي الصادي على مثلا، طبعا هن جمعوا 5000 مريض او 5000 مريضه، صعب جدا تعمل راندومايزيشن على 5000 مريضه حوامل وتتابعهم 9 اشهر بهذا النمط من الدراسات. فكان ابسط عليهم انه يعملوا كلاسترز، انه هي الضيعه مثلا فيها 5 حوامل بتابعهم طبيب نسائيه واحد او طبيبه نسائيه واحده، فهدول بياخذوا فوليك اسيد، الضيعه اللي جنبها بياخذوا فوليك وايرون، الضيعه الثالثه بياخذوا فوليك وايرون ومعادن، وبشكل عشوائي حوالي 170 او اكثر من هيك كلاسترز. فالمرضى تقريبا كانوا حوالي 5000 مريضه، 2000 منهم اخذوا ذراع الفوليك اسيد، 2000 منهم اخذوا الفوليك والايرون، 2000 منهم اخذوا ذراع تايت والفوليك والايرون والمعادن، وبعدين وتابعوهم على مدى 9 شهور او لنهايه الحمل طبعا، وشافوا نتائج الدراسه. هذه معنات كلاستر راندومايز ترايل. بدل ما نعمل الراندومايزيشن على مستوى الافراد عم نعملها على مستوى المجموعات. في لها مشاكلها،
صعب اني افتي فيها صراحه انه مين اقوى، هي ولا الراندومايز كنترول ترايل. انا برايي الراندومايز اقوى طبعا، بس هل تقدر دوما تعمل ار سي تي بهذا النمط اللي هو انترفينشن، وكل مريض تعطي له بتعمل له ماتش من الطرف الثاني؟ مو دائما بتقدر تعمل هذا الشيء، ومو شيء مو دائما متوافر، مكلف اكثر وبيسرق وقت وجهد اكبر، ومو مره ثانيه مو دائما متوافر. هون بحالة الكلاستر هذه اللي عملناها، لا أسهل علينا، جمعنا المرضى بشكل مجموعات وعطينا انترفينشن واحد لكل مجموعة، وتابعنا المرضى على مدى فترة الدراسة كاملة. هذا هو الكلاستر راندومايز ترايل، هي النمط الرابع من أنماط الـ RCT. نحن صرنا حكينا أربع أنماط الـ RCT، حكينا البارلل اللي هي المتوازية، الكروس أوفر اللي هي بتكون متقاطعة، كل مجموعة كل ذراع بيتقاطع مع الذراع الثاني بالانترفينشن، وحكينا النمط الثالث اللي هو الفاكتوريال لما بندرس اكثر من فاكتور بنفس الصدي، وهلا حكينا الكلاستر اللي هي بيكون بدل ما نعمل راندومايزيشن على مستوى الافراد عم نعمله على مستوى العناقيد او المجموعات. السلام عليكم.